في بداية شهر رمضان من عام 1995 بدأ عندي ألم شديد من الرقبة إلى الظهر تصلب خصوصا وقت النوم والنهوض من النوم، واستمر الألم معه لمدة الشهر، حيث استيقظ في آخر يوم من شهر رمضان وكنت عاجز عن الحركة مع تصلب وتشنج في رقبته وظهره. طبعا الروماتيزم مجموعة من الأمراض، هذه الأمراض من ضمنها الروماتويد والفراشة الحمراء أو الأمراض الروماتيزمية السلبية، وهذا المرض اللي احنا بصدده والمريض يعاني منه هو عبارة عن مرض من هذا النوع يسمى التهاب الفقار اللاصق، وهو مجموعة الالتهاب الفقاري. أخذه أهله إلى الطوارئ، وهناك تم إجراء بعض الفحوصات له ليتم لاحقاً تشخيص حالته. عندي الشد العضلي، وقرر أن يخلوني بوزن على الرقبة لكي ينسحب. يوم الثاني حسيت أن الألم زاد والتصلب زاد. على المريض أن يبادر باستشارة طبيب العظام في البداية إذا كان عنده آلام في أسفل الظهر، لأنها قد تكون آلام ميكانيكية أو آلام نتيجة التهابات روماتيزمية، لأنه وجد أن كلما كان العلاج سريعا في خلال أول سنتين كلما كان التماثل للشفاء أسرع وأسرع. بعد أن أزال الوزن عن رقبته حدثت له انتكاسة سريعة، حيث لم يقوى على الحركة من مكانه، وأحس أن أي حركة يتبعها ألم فظيع يسري في ظهره حتى رأسه، مسببا له صداعا شديد بمعنى أدق، وتقريبا شبه مشلول كنت، وأن عموده الفقري لم يعد به مرونة ليتحرك، وأصبح كله قطعة واحدة متصلة بالرقبة. على إثر ذلك بقي ملازما للمستشفى مدة شهر كامل ودون تحسن ملحوظ. في حالة عدم استجابته أو كان المرض في مراحل متقدمة بمعنى الألم شديد، لابد أن يلجأ في صورة لا تتعدى 3 شهور إلى الأدوية البيولوجية. أصبح صادق محبطا تماما، منعه المرض من نشاطه اليومي الذي كان يزاوله، حرمه من الذهاب لزيارة أهله وأصدقائه، أصبح حبيس الدار من شدة الألم، بل وانقطع عن العمل لمدة 4 أشهر. عاود صادق زيارة المستشفى عدة مرات، فأخبره أحد الأطباء الفحوصات الطاشون من لندن، لذلك سيأخذون منه عينة دم ويرسلونها إلى لندن، وفعلا تم ذلك. علمني الطبيب بعد الفحوصات ان عندي المرض يسمونه انكلوزيف سبونتلايتس، التصلب بالمفاصل، وهو التهاب الفقار اللاصق، وعلاجه متوفر في لندن. وكنت محبط بهالخبر، واول مره اسمع عن هذا المرض. في حاله وجود اعراض المرض بصوره اكيده مع وجود اشعه لاسفل الظهر او الى الحوض تبين التهاب مفصلي، لابد من بداية إلى العلاج، بحيث أنه يأخذ بعض الأدوية التي تسمى أدوية الروماتيزم المعدلة. بعد 7 شهور من المعاناة قرروا أن يأخذوه إلى لندن لتلقي العلاج المناسب، ومن لندن بدأت رحلة علاج مختلف. في لندن أخبره الطبيب أن استخدام الأوزان على الرقبة لن يفيد، وأن المشكلة هي التهاب في المفاصل وهو يحتاج إلى دواء. كنت محبط جدا من سبب المرض والألم، ونادى الطبيب إلى شخص كان يعاني نفس المرض قبل 10 سنوات، وجلست مع الشخص وتكلمنا على المرض، وهو قال لي أن قبل 10 سنوات كان ما كان موجود هالتطور في الأدوية. وهكذا انتقل علاجه من الاقتصار على المهدئات إلى أخذ الأدوية المناسبة، وبعد 6 شهور من العلاج بدأ يحس بتحسن تدريجي في صحته. حالياً
طابع علاج البحرين، وكل 3 أشهر أزور الدكتور. بالإضافة إلى أنه يذهب إلى التشيك مرة واحدة كل 2 سنين لتلقي العلاج الطبيعي، ومنذ أكتوبر لعام 2014 أخذ لي 1 إنجكشن، وكنت أتمنى أن يكون هذا الإنجكشن من بداية المرض اللي كان عندي، لكن كان مو متطور وحالياً متطور وسهل الاستعمال. كما أن الطبيب عليه أن ينصح المريض ببعض الأمور غير العلاجية، وهو ما أعني غير الأدوية، كالأنشطة الرياضية، وأن تكون هذه الأنشطة تتناسب مع كل شخص على حدة ويراوح بين الراحة والنشاط. أنا اليوم أمارس حياتي الطبيعية وأتكيف مع المرض، وأذهب إلى الجيم 3 أيام في الأسبوع. أنصحه بسباحة قدر الإمكان، وأن يتناول الأغذية الصحية، والتفاؤل عنوان للشفاء لمريض الروماتيزم. مستقبله بين يديك، تمسك بالأمل.